رحمته ورحماء بينهم. دليل آخر ثاني، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الدليل الثالث، الدليل الثالث خذه معي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خاتم الأنبياء، الله أكبر. وحينما ننظر إلى أنه خاتم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، نسبه وكان الله بكل شيء عليم. نسبه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقرأ البعض لكن القراءة ليست متواترة، من أنفسكم. فهو من أنفس البشر، لا أقول من أنفس قريش، من أنفس القبائل، من أنفس الخلق نسبا. فهو محمد الذي أتى من نكاح ولم يصبه من سفاح الجاهلية شيء، فهو طاهر. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن رؤي بن غالب بن فير بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن وخد بن مدركة بن الياس بن مضر بن زار بن معد من ولد عنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم. نعم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه في كل شيء، ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه، بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد. زكاه في كل شيء وزكاه كله، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. سكرات الموت بالنسبة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. شوف يا أستاذ ملهم، نعم، لأن الوقت بدأ يداهم، نعم، نجعل هذه حلقة تبقى برضو راحة إيمانية بين، نعم، السلاسل، نعم، ولكن أدخلنا بقى في الحياة البرزخية شو عشان أدخلنا، نعم، بجديد، نعم، نتكلم فيها. أدخل أبدلنا وأبدلنا الأنبياء، نحن نموت، نعم، جيل موت، دخلنا القبور. تدري أول من سن القبر، أول من سن القبر هو الغراب. نعم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. نعم. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، إلى آخر الآية. هو أول من سن القبر. نعم. طب خلاص دخل القبر، ابن آدم دخل القبر، طب ما بعد ذلك؟ أبداننا وأبدان الأنبياء. نعم. أبداننا وأبدان الأنبياء، هل الأمر واحد؟ احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا إيه؟ إلا عظم الذنب. إلا عظم إيه؟ الذنب. إلا عظم واحد في رواية، العظم هو إيه؟ وهو عاجب الذنب. نعم. اللي هو القطع الأخيرة زي حبة الخردلة، زي حبة الخردلة، وفيه يركب الخلق يوم القيامة. يعني كل الإنسان دي كله بيبلى، ما يبقى منه شيء إلا عجب الذنب في النهاية مثل الخردلة. نعم. بسيطة. ولذلك في بحث علمي هبقى أعمله حلقة كاملة عن هذا، بأن مهما تحاول أنك تحطم عجب الذنب دي فإنه لا يتحطم أبدا. سبحان الله. إنك حتى لو جبت سائل كيماوي وطبعوا فيه لا يمكن، حتى لو فتدته تبقى الذرات ثم تعود مرة ثانية إلى الحياة، وبعدين يكون بعضها بعض. حتى لو فتدته بالديناميت، حتى لو فجرته، حتى لو بالطاقة النووية، حتى لو بالطاقة الذرية، المهم خلاص المسألة. طيب يبقى العظمة اللي مثل الخرجلة دي هي اللي تبقى. إذا نحن بنتحلل أنا وإنت والجميع نتحلل في القبور، هل يحدث للأنبياء ذلك؟ أبدا. ما يحدث للأنبياء ذلك. تعال كده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، كثروا من الصلاة على يوم الجمعة. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد إلى آخر الصيغة. نعم. طيب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. تعال عندي دي بمعنى اهو، انا الحديث يوضح بعضه. نعم. بعضه، فان صلاتكم معروضه علي. شوف اموالين ايه، كيف تعرض عليك وقد ارمت. اي حينما يقول ارم او ارمم بمعنى يعني العظام، قال من يحيي العظام وهي رميم، رميم يعني صلت رميم. ازاي يعني؟ فكروا ان النبي زينا صلى الله عليه وسلم، يعني ازاي رسول الله وانت هتبقى زيك زينا بالضبط؟ يعني ما تندفن، يعني بعد أيام جسمك يتحلل، جسمك هيبقى تراب يا رسول الله، حتى عظامك تتحلل يا رسول الله، هيبقى الأمر يعني رميم. إزاي تعرض الصلاة عليك؟ هنا اللي يوضح بقى السؤال. نعم. هتعرض عليك الصلاة إزاي؟ أنت خلاص هتتحلل زينا، والعظام هتتأكل زي ما عظامنا بتتأكل في القبور. يوم فهمهم لا لا لا، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فإن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أجساد الأنبياء ما تحللش. نعم. هو طيب مطيب كما هو، ولذلك
حتى لو نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام الحاكم في المستدرك في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة وهم في الفجر سمعوا صوت ارتج اللي هو إيه؟ اللي هو الجدار بتاع حجرة عائشة اللي محوط على قبر النبي وانكشفت قدم. قالوا فشممنا رائحة كالأمن الفاجر، شممنا رائحة لا والله لا نستطيع أن نصفها، ريحة مش عادية، لا تعرف تقول فاكهة ولا ياسمين ولا فل ولا تقول مسك، حاجة ريحة ملية المدينة. قال فاجتمع الناس كله ججر، وأنبي عمر بن عبد العزيز جاي معاه مين؟ القاسم ابن محمد بن أبي بكر، وجاي معاه سالم ابن عبد الله بن عمر، وجاي معاه رجاء بن حيوة، وجاي معاه كله بقى. فلما راح عند القبر كده لقى الرجل اللي خارجة والقبر. فعمر بن عبد العزيز بشمر وعايز يدخل، لقى القاسم بن محمد البكر عايز يدخل جده جوه. الله. وبعدين لقى سالم بن عبد الله بن عمر ما جده جوه، كله عايز يدخل. قال لا والله لا نؤذيهم بعد موتهم، ادخل يا رجاء. ناول الرجل اللي هو دخل اللي هو البناء هذا، ادخل يا رجاء. دخل رجاء، خلي بالك قدم اللي ظهره هذه القدم مسكوها قدم من؟ قالوا لتكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما هي كأنه حي صلى الله عليه وسلم. شوف فين صلى الله بعد مين؟ موت النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخلفة الحسن بن علي ومعاوية ويزيد بن معاوية، ثم بعد كده مروان بن حك عبد الملك بن مروان. خد كل لو عادت عند لك أهو، دخل لغاية إمارة مين؟ عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ينظر للرجل فإذا هي كما هي، وإن طلع الريحة اللي مالية المدينة دي صلى الله عليه وسلم. أمسك سالم بن عبد الله بن عمر عارف جده، وجي عروة أمسكها، قال هذه قدم عمر ملصق الجسم كما هو كما هو لعمر كما عمر هم القوم لا يشقى جلسهم مين مبشر بالجنة. المهم قال هذه قدم. فأم دخل قال له يا رجاء أرأيت قبر النبي؟ قال أراه. ثم وصفه قبر قال هذا قبر أبو بكر، هذا قبر عمر. قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم لم يبلى لم يتغير منه شيء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه ليوم القيامة. لو فتحت القبر هو كما هو طيب مطيب، طيب مطيب، لم تأكل الأرض منه شيء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. عشان التخريج الإخوة برضو كده، أو صحاب ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنووي في الأذكار والذهبي في ترجمة وكيع والألباني في صحيح الترغيب والمشكاة وفي الصحيحة. نعم معايا مولانا. نعم يبقى إذن إحنا بنقول هنا نعم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحياء في قبورهم يصلون. والحديث أيضا 150 في السلسلة الصحيحة بإذن الله جل وعلا لمن أراد المراجعة. تمام. ولذلك حال أجساد الأنبياء مزاحل واحد لله عظام يوسف الحديث الوارد في البخاري، المقصود بالعظام يعني الجسد، فيطلق العظام ويرد به الجسد، زي المرأة اللي جات لنا في الحديث الصحيح من طريق أنس ابنها نجار، قلت يا رسول الله إن ابني يعمل نجارة هل لا صنع لك أعواجا حتى تقيم عليها عظامك إذا أردت أن تخطب الناس؟ هو يقيم على عظام ولا هي أفعاله؟ نعم. يبقى العظام يقصد بها الجسد. هذه برضو لكم ندخل بقى، هل بيزور بعض؟ سؤال ده بيتكرر الكلام في الموضوع ده، سؤال كثير يا شيخ محمد. هل يتزور أهل القبور؟ هل بيزوروا؟ هل بيعرفوا بعض؟ ده داخل ده خارج. نيجي بقى كلمة بالدليل. كلمة يعني التزاور ده بزور ده ولا بزور ده لم يرد فيها دليل لا في الكتاب ولا في صحيح السنة أبدا. تمام. أما الكلام الذي في روح فهو خال من ذلك لابن القيم رحمه الله. طيب هل بيقابلوا بعض؟ بشوفوا بعض؟ نعم. الحديث من طريق ابن المبارك صحيح الألباني وغيره، خلي بالك معايا أهو، الميت إذا دخل القبر تمام وانتهى من السؤال يوم اجتمع حوالي الأموات لما مين من أهل الصلاح اللي حكم لهم بالجنة، يقول تعالى كيف تركت فلانا وكيف تركت فلانا وهل تزوج فلان، دليل على أنهم لا يعلمون شيئا عن إيه عن أهليهم. عودي تبطل الروايات اللي تقول لك إيه ده كل ليلة الجمعة بيستأذنوا بيروحوا البيوت، كل ده دجل كذب وحديث موضوع ولا يعلمون شيء. واحد يقول لك زي ما في الروح الواحد كان رايح يزور أبوه بيقول له كنا بنشعر بك وانت عند القنطرة، كل ده كلام فارغ كلام دجل ما له أصل ولا صحة. ما الصحيح؟ الصحيح هو هو داخل عليه انتهى من السؤال، يقولوا له كيف فلان كيف فلان كيف تركت فلان، هم إذن بيستعلموا من مين؟ من اللي داخل عليهم. شوف اللي جاي. نعم. أول ما يسألوك له يقال دعوه فإنه كان في هم وغم وكرب، دعوه حتى يستريح، لسه خلصان من السؤال ده كان قدامه منكر ونكير، دعوه حتى يستريح. وبعدين يحكي لهم بقى يعرفهم، ثم يقولون له وكيف فلان، يقول أو ما أتاكم ده سبقني مات. قالوا ويح، ممكن يبقى معهم في نفس القبر. نعم. بس بقى في مجال ثاني، يقول ويح لقد ذهب إلى أمه الهاوية، لقد ذهب إلى أمه الهاوية، لأن ده عالم ثاني خالص، عالم برزخ.
ازاي علمنا؟ تقول لي الأدرى